حرم الرمادي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عزوز. ممكن تعطينا جاهزية الفريق الآن كيف؟ والله بإذن الله الفريق جاهز رغم يعني النقص، ولكن الفريق يعني لا يوقف على لاعب. الحمد لله عندنا يمكن 18 لاعب كلهم في تمام الجاهزية الحمد لله، والكل قادر يخدم الفريق ويقدم أشياء إن شاء الله تسير بالفريق إلى دور الثاني إن شاء الله. إن شاء الله تعالى أبو عزوز، توقعاتك كمدرب أو كلاعب في الفريق، يعني هل تتوقع اليوم نتجاوز المباراة إن شاء الله؟ والله أنا أتمنى أن نتجاوزها ونلمس ونتطلع إلى أن إن شاء الله نتجاوز مباراة الليلة إن شاء الله، وسط الأحد يعني يلعب بدون ضغوطات، يعني ما عنده حاجة يخسرها، وبالتالي راح يلعب مرتاح. فمثل هذه النقطة راح تخدمه وتساعده، ولكن بإذن الله الشباب قادرين على تحقيق إن شاء الله نتيجة إيجابية ترضي تطلعات وطموحات جماهير الرمادي. كلمة توجهها للاعبي الرمادي بالذات يعني؟ والله أنا أتمنى بس الحرص على يعني المخزون اللياقي دائما لابد أن يرتفع، ومن دور لدور أنت تحتاج أن المخزون اللياقي يرتفع دائما وأبدا. احنا يمكن في فترة من الفترات صار في عندنا دروب، ولكن بإذن الله الشباب إن شاء الله قادرين أن نرجع إلى ما كنا عليه، ودائما أملنا وطموحاتنا في هذا الفريق كبيرة جدا، وإن شاء الله أن نرضي غرور كل الجماهير التي تقف خلف هذا الفريق وكل الأعضاء الداعمين لهذا الفريق بإذن الله. إن شاء الله، بس الفريق ما خاصة عشاق الرمادي لا يرضون بغير الانتصار. والله احنا هذا ما يعمل لكم عامل نفسي، ضغط نفسي لكم؟ بالعكس، هذا يعطينا حافز ودافع، أنا دائما نقدم اللي يرضي طموحاتهم. صحيح يعني هذا طموحهم، وأيضا هذه احنا تطلعاتنا اكبر من ان نوقف عند حد معين. بالعكس احنا نتمنى البطولات ونتمنى نصل الى نهائيات. التوفيق بيد الله اولا واخيرا، ولكن احنا هذا تطلعنا حتى نقدم الشيء اللي يرضي طموحات الجماهير واعضاء الفريق. الشيء مشترك اكيد يعني الوصول للنهائيات، ولكن باذن الله ان قادرين بهذه المجموعه ان نسير الفريق الى منصات التتويج ان شاء الله، ونعيده الى توهمه. بالتوفيق يا ابو عزوز، وبالتوفيق للرمادي، التوفيق ان شاء الله من انتصار لانتصار. شكرا لك ابو حسين، باذن الله ان منتصرين باذن الله. الله يوفقكم ان شاء الله. شكرا لك.